السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا طلاب الصف الثامن، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس مادة انقلاب تاريخي، تاريخ الانقلاب. سنبدأ في هذا الدرس بالوحدة الثانية التي تحمل عنوان مليئو يانوش، يعني اليقظة الوطنية. بانسزلك يوغلوندا أطولان أدملار، يعني خطوات على طريق الاستقلال. بانسزلك كلمة مهمة جدا يجب علينا أن نحفظها، التي هي الاستقلال. في هذه الوحدة سنبدأ بالحديث عن الحرب العالمية الأولى، وكيف دخلت فيها الدولة العثمانية، وكيف هزمت وانقسمت، وكيف بدأت خطوات الأولى من أجل تحقيق الجمهورية التركية. أولا بيوك سواشا دورو، يعني باتجاه حرب كبيرة. وهنا لدينا معلومة، لماذا اسمها بيرينجي دنيا سواشا، يعني لماذا اسمها الحرب العالمية الأولى؟ يقولون لنا Birinci Dünya Savaşı dünya tarihinde çok sayıda siyasi devletin birbiriyle mücadele ettiği ilk büyük savaştır. هي أول معركة كبرى تصارعت فيها الدول السياسية، يعني عدد كبير جدا من الدول في تاريخ العالم، ولكن لم تحارب فيها كل الدول. فلماذا أطلق عليها اسم الحرب العالمية؟ لماذا دنيا savaşı؟ يقولون هنا savaşa katılan ve katılmayan devletlerin pek çoğu birinci dünya savaşından veya onun sonuçlarından etkilenmiştir. يعني هناك الكثير من دول العالم التي شاركت في الحرب والتي لم تشارك في الحرب تأثرت من الحرب أو من نتائج هذه الحرب. Bu nedenle yaşanan savaşa birinci dünya savaşı adı verilir. يعني يطلق عليها اسم الحرب العالمية الأولى لهذه الأسباب، لأن على الرغم من أن الكثير من الدول لم تشارك فيها ولكنها كلها تأثرت فيها. فهنا في البداية لدينا سؤال، ندين بريجي دنيا سواشنا دنيا سواشا أضفر المشتر، يعني لماذا يطلق عليها اسم الحرب العالمية؟ فنكتب هذا الجواب، لأن هناك كثير من الدول في العالم التي شاركت في الحرب والتي لم تشارك في الحرب قد تأثرت فيها. وهنا السؤال الثاني يقول دنيا devletlerinin karşı karşıya gelmelerine en önemli nedeni ne olabilir؟ يعني ما هو السبب الأهم سبب لصراع هذه الدول بين بعضها البعض؟ فنلاحظ هنا الأسباب كلها. يهمنا نحن أن نحفظ فقط هذا المكتوب في الأخضر، أما هذا شرحه فهو للفهم فقط وليس للحفظ. هذه المكتوبة في الأخضر للحفظ وهي ضرورية جدا، أما الباقي فهو للفهم. Savaşın nedenleri yani esbab الحرب. أولا سومورجيجيليك، سومورجيجيليك يعني الاستعمار. يقول لنا هنا اعتبارا من القرن التاسع عشر تسارع التصنيع، يعني صار هناك ثورة صناعية في الدول الأوروبية. هذه الثورة الصناعية تحتاج إلى أولا مواد خام، وثانيا أسواق تصريف منتجاتها التي تنتجها حديثا. فلذلك قامت باستعمار، إنشاء مستعمرات يعني بأراضي دول العالم الثالث، من أجل أولا أن تمتص خيراتها، وثانيا أن تروج بضائعها الجديدة. إذا نحن يهمنا أن نحفظ سومورجيجيليك، الاستعمار هو أول أسباب الحرب العالمية الأولى. ثانيا هام مادة وبازار أرايش، يعني البحث عن مواد الخام وعن أسواق التصريف، يعني مرتبطة بالأولى. أيضا يقول لنا بعد الثورة الصناعية في أوروبا، طبعا شعرت الدول الكبرى الصناعية بضرورة إيجاد مكان تحصل منه على المواد الخام وأيضا تصرف فيه منتجاتها الجديدة. فلذلك كان هذا سبب من أسباب السومورجيجيليك، والسومورجيجيليك كانت سبب من أسباب الحرب. إذن البحث عن أسواق التصريف وعن المواد الخام، يعني المواد الأساسية غير مصنعة مثل المعادن والبترول وغيرها. ثالثا ألمانيا في إيطاليا ندرومو، يعني وضع ألمانيا وإيطاليا. ألمانيا وإيطاليا كانوا في سباق تسلح، يعني ألمانيا كانت تحاول أن تثبت نفسها أمام إيطاليا، وإيطاليا تفعل بالعكس تماما. Bu iki devlet sanayileşmeye önem vererek kısa sürede güçlendirdiler. يعني أن هاتين الدولتين
عبر إعطائهم الأهمية للتصنيع صناعي الأشماء، يعني التطور الصناعي، فقد ازدادت قوتهم بفترة قصيرة جدا، وكان هناك تنافس بينهما. ألزاس لورين سورونو، يعني مشكلة ألزاس واللورين، وهي قطعتين من الأرض أعطتها فرنسا لألمانيا في عام 1881، وفي عام 1914 أرادت استعادتها. يعني بعد تقريبا 30 أو 40 سنة تغير الحكم في فرنسا وأرادت استعادة الأراضي من ألمانيا، فوقع نزاع بين ألمانيا وبين فرنسا بسبب أراضي الألزاس واللورين. يعني هي قطعة أرض تقع في المنتصف بين فرنسا وبين ألمانيا، فرنسا تنازلت لألمانيا عن هذه القطعتين من الأرض، وبعد تقريبا 40 سنة أعادت طلبها، فنشأ نزاع بينهما. أيضا سلاح لان ماير شو، يعني سباق التسلح. يعني كل الدول الأوروبية كانت في سباق دائم لتثبت نفسها أنها أقوى من البقية، سباق تسلح، كل واحدة تقوم بصناعة سلاح أقوى من الآخر. أين سيقوموا باختبار هذه الأسلحة وسيبيعونها ويستفيدون منها؟ فكان هذا أيضا سبب من أسباب نشوب الحرب العالمية الأولى. أيضا ميليا تشيليك، يعني التيار القومي الذي نشأ بعد الثورة الفرنسية 1797 في فرنسا، فرانسيس إيطاليا، فرانسيس احتلالının ortaya çıkardığı milliyetçilik düşüncesi، يعني فكرة القومية التي أظهرتها الثورة الفرنسية في القرن التاسع عشر. ما معنى فكرة القومية؟ يعني كل دولة تكون مؤلفة من عرق واحد فقط، له علم واحد، لها حدود واضحة، ولها لغة واحدة، ليس مثل الدولة العثمانية التي كانت محتلة 3/4 الكرة الأرضية وكان فيها من كل الأمم والشعوب. فهذه الدولة العثمانية اسمها جيهان دولتي، يعني الدولة العالمية. أما الميليتشيليك التيار القومي فلا يرضى بالدولة العالمية، وإنما يريد دولة صغيرة قومية، يعني كل الأفراد فيها مشتركين بنفس اللغة ونفس التاريخ ونفس الحدود ونفس العلم وإلى آخره. ومن بين هؤلاء طبعا هو مصطفى كمال أتاتورك الذي أسس الجمهورية التركية على أساس ميليت شريك. ولدينا أيضا هذا الأخير ليس مهم كثيرا ولا يعتبر من الأسباب الرئيسية للحرب، الذي هو بانسلافزم، يعني تيار السلافي. يعني هناك أقوام اسمهم الأقوام السلافيين موجودين في أوروبا بسابقا إمبراطورية النمسا المجر، أفستوريا ماجرستان، يعني النمسا المجر. هذه نلاحظها هنا في الخريطة، هنا تركيا الحالية، هذه الدولة العثمانية، وفي أوروبا لدينا هنا أفستوريا ماجرستان إمبراطور لو، يعني إمبراطورية النمسا والمجر. هنا في هذه الإمبراطورية الكبيرة التي كانت في أوروبا كان يوجد أقوام اسمهم أقوام سلافيين. روسيا التي هي هنا بدأت ببث فكرة بين السلافيين اسمها سلافلار بيرليشتيرما، يعني توحيد السلافيين مع بعضهم البعض. فشعر أهل النمسا والمجر بخطورة هذا الموقف ونشأ توتر علاقات بينهم وبين الروس. الآن بلوكلار كوروليور، يعني تشكل التكتلات، يعني التحالفات. نشأ في الحرب العالمية الأولى كتلتين رئيسيتين، الأولى اسمها اتفاق دولتلري والثانية اسمها ائتلاف دولتلري، دول اتفاق ودول ائتلاف. الاتفاق يعني تحالف، يعني متحالفين مع بعضهم، وهي ألمانيا، أفستوريا ماجرستان، إمبراطور لو، إيطاليا. هذا الكلام قبل بدء الحرب العالمية بفترة. عندما بدأت الحرب العالمية الأولى انضمت الدولة العثمانية لاتفاق دولتلري وانسحبت منه إيطاليا. في مقابل هذا التكتل البلوك نشأ تكتل معارض له يضم بريطانيا وفرنسا وروسيا، هذه الدول الثلاثة، في مواجهة هذه الدول الثلاثة. ولكن عندما بدأت الحرب العالمية الأولى كما قلنا إيطاليا انسحبت من اتفاق وانضمت إلى ائتلاف دولتلري. سواش باشليور، يعني الحرب تبدأ. في عام 1914 في شهر حزيران، أفستريا ماجرستان إمبراطور لو ولي أهد
Ferdinand ziyaret sebebiyle Sırbistan'ın Saraybosna kentine geldi. Yani caa veli ahd imparatoriyet النمسا المجر التي اسمه فرديناند ما معنى ولي العهد يعني ابن الملك ذهب في زيارة إلى صربيا إلى مدينة اسمها سرايبوسنا. نلاحظ هنا في الخريطة هذه صربستان هي صربيا. جاء ولي عهد هذه الإمبراطورية إلى هذه الدولة صربستان، وأثناء الزيارة قتل هناك. Bu ziyaret sırasında Veliaht Ferdinand bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürüldü. Yani kutila min taraf vahid min el kavmin, kavmiyin el sırbiyin. Avusturya Macaristan İmparatorluğu olaydan sorumlu olanları kendilerine teslim edilmesini istedi. Yani talebat İmparatoriyet Macar Nemsa teslim el mesulin an hazihi el hadise. Bu istek yerine getirilmeyince Sırbistan'a savaş açtı. Yani عندما لم يتم تسليم يعني لم يتم تلبية هذا الطلب وتسليم المسؤولين عن الحادثة فبدأت المجر والنمسا حرب على صربيا. Bu aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı'nı da başlatan olay oldu. وهذه الحادثة كانت هي الحادثة التي بدأت الحرب العالمية الأولى. بالكانلاردكي ما معنى بالكانلار؟ يعني هذه المناطق في أوروبا هذه الصفراء هذه اسمها أرض البلقان فيها رومانيا وبلغاريا وصربيا وألبانيا واليونان هذه اسمها بالكانلار أراضي البلقان وهذه طبعا كانت تحت حكم الدولة العثمانية هذه كلها كانت دولة عثمانية. يقول لنا هنا Balkanlardaki etkinliğini korumak isteyen Rusya Sırbistan'ı yanında savaşa girdi. Yani أرادت روسيا حماية نشاطاتها في البلقان فدخلت الحرب إلى جانب صربيا. İngiltere ve Fransa daha önce aralarında yaptıkları gizli antlaşmalara dayanarak Rusya'nın tarafında savaşa katıldı. وبالاعتماد على الاتفاقية السرية التي قامت بها فرنسا وإنجلترا مع روسيا فقد دخلوا الحرب إلى جانب روسيا. إذا صار لدينا إنجلترا وفرنسا وروسيا اصطفوا كلهم مع صربيا. Balkanlarda güçlü Rusya'nın etkinliğini istemeyen Almanya Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun cephesinde yer aldı. يعني ألمانيا التي لم تكن ترغب بنشاطات روسيا القوية في البلقان فقد انضمت إلى الحرب إلى جانب النمسا المجر. Böylece savaş kısa sürede tüm Avrupa ülkelerine yayıldı. وبذلك انتشرت الحرب بفترة قصيرة في كل أوروبا. الآن كيف دخلت الدولة العثمانية إلى هذه الحرب؟ أولا يقولون لنا هنا أوسمانلي دولتي بيرينجي دنيا سواشي باشلاندندا tarafsız kalmıştır. Yani bakiyat devlet Osmaniye fi bidayet harb hiyadiye lam targab fi dukhul la ma ittifak devletleri ve la ittifak devletleri. Limaze lam targab fi harb? Huna yekul lana li enneha khasirat ma'raket Libya ve khasirat ba'd al harub fi Balkan fi ma'raket al Balkan fa adaat al kathir min aradiha ve lizalik yani aasha jayshuha marhale da'f فلم تود المغامرة لذلك لم تدخل في الحرب. ولكن طبعا هذا الكلام كله لا يهمنا لا يوجد فيه شيء مهم. ألمانيا هي التي أرادت للدولة العثمانية في دخول الحرب. يقول لنا هنا birinci dünya savaşında Almanya'nın Osmanlı devletini kendi yanına çekmek nedenlerini aşağıdaki tablodan inceleyiniz. Yani لاحظوا في هذا الجدول أسباب التي جعلت ألمانيا تسحب الدولة العثمانية إلى جانبها في الحرب العالمية الأولى. نيسي فار ونيسي شيرار يعني ماذا يوجد عند الدولة العثمانية وبماذا يفيد ألمانيا؟ يوجد عند الدولة العثمانية هاليفنين كوتسال جهاد إيلان إتمجوجو يعني قوة إعلان الجهاد المقدس عند الخليفة. الخليفة إذا أعلن جهاد ضد الأجانب الكفار يعتبرون عند العثمانيين فسوف تستفيد من ذلك ألمانيا.
Bimada yufid Almanya? İngiliz sömürgelerindeki Müslümanların ayaklanmasını sağlamak. Yani yuammen savret el muslimin dıddı müstamerat İngiliziye. Hadi avval şey. Seniyen Boğazlar ve Süveyş kanalı Berlin, Bağdat, Basra demir yolu. Yani yujad ind el devlet osmaniye el madaik el maiye, madaik İstanbul ve madaik Çanakkale ve kanat Süveyş. بالإضافة إلى سكة حديد تمتد من برلين إلى بغداد إلى البصرة في العراق، يعني من ألمانيا إلى تركيا إلى العراق. هذه كلها موجودة عند الدولة العثمانية. بماذا تفيد ألمانيا؟ إنجلترينين سمرجليري في روسيا إلى أولان بالانتصنة أنجلما، يعني هي تشكل عائق في التواصل بين الروس وبين المستعمرات الإنجليزية. وأيضا باكو بترولرين في هندستانا ولاشما، وتؤمن لألمانيا أيضا الوصول إلى البترول الموجود في باكو عاصمة أذربيجان شرق تركيا وإلى الهند أيضا. هذه الطرق التجارية المهمة تؤمن وصول ألمانيا إلى الهند وإلى بترول باكو، وهي كل هدفها الوصول إلى المواد الخام كما لاحظنا في الأسباب. أيضا نفوس أسكير سايسر، يعني يوجد عند الدولة العثمانية عدد سكان كبير وعدد جنود كبير جدا، وهذا يفيد ألمانيا بما يلي: سواشي دايجينيش على اللارا يا ياراك جبهة سايسونا أرتماك، يعني أولا توسيع ساحة المعركة وازدياد عدد الجبهات القتالية مما يضعف الطرف المعادي. وهام مادة يوجد عندها المواد الخام وتفيد ألمانيا بما يلي: أوسمانلي devletinin sahip olduğu yer altı ve yer üstü kaynaklarını kullanmak، يعني أن تستفيد وأن تستخدم ألمانيا الثروات الباطنية والظاهرية أيضا التي فوق الأرض والتي تحت الأرض الموجودة عند الدولة العثمانية. كل هذه الأسباب دفعت ألمانيا لسحب الدولة العثمانية إلى الحرب. الآن أوسمانلي devletinin savaşa girmene değerleri، يعني ما هي أسباب دخول الدولة العثمانية الحرب؟ لماذا استجابت الدولة العثمانية لطلب ألمانيا ودخلت الحرب؟ لهذه الأسباب الخمسة. أولا bu savaşa Almanya'nın kazanacağı düşüncesiyle Almanya'nın yanında savaşa girerse kazanan tarafta yer alması olacaktı. يعني فكرت الدولة العثمانية بأن ألمانيا سوف تربح الحرب، فإذا كانت هي إلى جانبها فسوف تكون هي الطرف الرابح. السبب الثاني سياسي olarak Avrupa devletlerinin Osmanlı devletini desteklememesi ve Almanya'nın yanında yer alarak bu yalnızlıktan kurtulmak istemesi. يعني رغبة الدولة العثمانية ب الخروج أو التخلص من هذه العزلة بسبب أن الدول الأوروبية لم تدعم الدولة العثمانية من الناحية السياسية. يعني كل الدول الأوروبية تخلوا عن الدولة العثمانية فبقيت في عزلة سياسية، لذلك من أجل التخلص من هذه العزلة أرادت الدخول إلى جانب ألمانيا. ثالثا بالكان savaşlarında kaybettiği toprakları geri almak istemesi، يعني رغبة الدولة العثمانية في استعادة الأراضي التي خسرتها في حروب البلقان. ورابعا كابيتولاسيونلاردان ve dış borçlardan kurtulma düşüncesi، يعني فكرة التخلص من الديون الخارجية ومن الامتيازات الأجنبية. كابيتولاسيون كلمة مهمة جدا للحفظ، وهي تعني الامتيازات الأجنبية، يعني الدولة العثمانية عندما أصبحت ضعيفة أعطت امتيازات لفرنسا وبريطانيا وألمانيا والنمسا وغيرها من الدول الأوروبية بإقامة شركات على أراضي الدولة العثمانية من أجل إنعاش اقتصاد الدولة العثمانية، فهذه الامتيازات أرهقت اقتصاد الدولة العثمانية، فأرادت الدولة العثمانية التخلص من الامتيازات ومن الديون الخارجية دش بورتشلار، لذلك أيضا هذا كان سبب من دخول الدولة العثمانية الحرب. ولدينا هنا تورناجليك إيديالي دوروتوسوندا Kafkazlar geçilerek Orta Asya Türklerin bir çatı altında toplama düşüncesini gerçekleştirmek. Yani من أجل تحقيق فكرة جمع كل الأتراك الموجودين في وسط آسيا تحت
تحت سقف واحد بناء على فكرة تورناجلوك. تورناجلوك يعني الفكرة التورانية التي هي يعني كل الأتراك الموجودين في الدنيا سواء في أورطاء آسيا، في وسط آسيا، أو في تركيا في الدولة العثمانية، كلهم عرق واحد. فهذه الفكرة هي جمع كل الأتراك تحت سقف واحد. لم يكونوا أتراك وسط آسيا لم يكونوا ضمن الدولة العثمانية، وأرادت الدولة العثمانية ضمهم إليها. فكانت هذه الأسباب الخمسة هي أسباب دخول الدولة العثمانية في الحرب إلى جانب ألمانيا ضد الدول الأوروبية الأخرى. الآن جبهتين، جبهية أصمالة، يعني الدولة العثمانية من جبهة إلى جبهة. أولا، كيف دخلت الدولة العثمانية الحرب؟ هذا الكلام ليس للحفظ وإنما للفهم. يقول لنا أن ألمانيا من أجل أن تسحب الدولة العثمانية إلى الحرب قصفت بسفينتين ألمانيتين أراضي إنجلترا، وثم هربت هاتين السفينتين وانضمت إلى الأسطول العثماني. الأسطول العثماني طبعا بناء على اتفاقية بين الدولة العثمانية وألمانيا أدخل هاتين السفينتين وغير لهم أسماءهم كي لا تعرفهم إنجلترا. الأولى كان اسمها جوبان فحولوا اسمها إلى يافوز، والثانية التي كان اسمها بريسلاو حول العثمانيون اسمها إلى ميديلي. يعني قاموا بطلاء السفينة وتغيير اسمها من أجل ألا تكشفها بريطانيا. ولكن هاتين السفينتين عندما دخلوا البحر الأسود ذهبوا وقصفوا موانئ روسيا، وبذلك اشتعلت الحرب بين روسيا وبين الأسطول العثماني، لأن هاتين السفينتين كانتا تختبئان ضمن الأسطول العثماني. وعندما بدأت الحرب بين روسيا التي هي حليفة إنجلترا وفرنسا وبين الأسطول العثماني، مباشرة انضمت فرنسا، إنجلترا وفرنسا إلى جانب روسيا ضد الدولة العثمانية، وبذلك تورطت الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى. الآن يقولون لنا هنا سؤال: ما اسم السفينتين الألمانيتين التي دخلوا إلى الدولة العثمانية التجأوا إليها؟ فنكتب جوبان وبريسلاو. وهذه السفينتين أي الأراضي التي قاموا بقصفها؟ نكتب روس ليمان لارا، الموانئ الروسية. الآن الجبهات التي حاربت عليها الدولة العثمانية هي ثلاثة أنواع. يوجد لدينا صافون ماجب هيلري، يعني جبهات دفاعية، ويوجد صالدر جيب هيلري، أو أحيانا ترد بكلمة تأرز جيب هيلري، يعني جبهات هجومية، ومتفك لارا ياردب جيب هيلري، يعني جبهات التي ساعدت فيها حلفائها. نحن الذي يهمنا والذي يجب أن نحفظه ومطلوب منا هو الجبهات الدفاعية والجبهات الهجومية. أولا، شنقلة جبهسي هي جبهة دفاعية، صابون ما جبهسي خضراء. ثانيا، سوريا فلسطين جبهسي أيضا دفاعية. حجاز يمن جبهسي، يعني اليمن والحجاز هي جبهة دفاعية. وإيراق جبهسي، جبهة العراق، أيضا هي جبهة دفاعية. إذن يوجد لدينا أربعة جبهات دفاعية. خسرت الدولة العثمانية ثلاثة منها وانتصرت فقط بجبهة تنقلة. أما الجبهات الهجومية التي هاجم فيها الجيش العثماني الأوروبيين الإنجليز بالذات، فهي قنال جبهسي، يعني جبهة قناة السويس. قناة السويس تقع هنا، تصل البحر المتوسط في البحر الأحمر، وهذه القناة لأنها هامة جدا تعتبر معبر مائي مهم جدا، فقد أراد الإنجليز السيطرة عليها. قاموا باحتلال مصر وانطلقوا إلى هذه التي هذا المثلث اسمه صحراء سيناء، وتابعوا باتجاه سوريا وفلسطين ووصلوا إلى حلب، فصدهم الجيش العثماني عند حلب وتوقفت المعركة عند حلب. هذه أول جبهة هجومية. الجبهة الهجومية الثانية هي قفقاز جبهسي، يعني قفقاز يعني بلاد القوقاز التي هي روسيا، يعني كانت بين العثمانيين وبين الروس. لنبدأ مع قفقاز جبهسي. طبعا بالتأكيد كل الجبهات خسرتها الدولة العثمانية ما عدا شنقلة الوحيدة التي ربحت فيها الدولة العثمانية. قفقاز جبهسي هي أول معركة حاربت فيها الدولة العثمانية ضد روسيا. تعرض جبهة ليري
يعني الجبهات الهجومية. كما نلاحظ تعرض سالدران نفس المعنى بالضبط. أولا بدأت بقيادة أنور باشا ترك أردوسو، يعني كان أنور باشا هو قائد الجيش التركي 22 أرالك 1914 tarihinde Kafkaslarda Rusya'ya karşı saldırıya geçti. Yani beda el hücum ضد الروس في هذا التاريخ 1914-22 كانون الأول، وهو تاريخ بدء الحرب العالمية الأولى. هنا لدينا بعض المعلومات الهامة التي يجب أن نركز عليها. Bölgedeki ağır hava koşulları, ulaşım güçlükleri ve salgın hastalıklar Türk askerinin büyük bir çoğunluğunun yaşamını kaybetmesine sebep oldu. Yani en şurut الطقس القاسية جدا في المنطقة في روسيا، نعرف جميعا أن الجو بارد جدا، وبسبب أيضا صعوبة المواصلات وبسبب الأمراض التي انتشرت بين الجيش التركي، فقد أدى ذلك إلى وفاة عدد كبير جدا من الجنود الأتراك. Böylece Rusya üzerine girişilen ve bir hafta süren sarkalmış hareketi başarısızlıkla sonuçlandı. Yani وبذلك نتجت عن هذه الحركة حركة سارقامش، يعني اسم الحركة اسم المعركة، نتج عنها başarısızlık يعني الفشل، فشلت هذه الحملة ضد روسيا. Bu olumsuz durumdan yararlanan Ruslar Erzurum, Muş, Bitlis, Trabzon ve Erzincan'ı ele geçirdiler. Yani استفاد الروس من هذه النتائج السلبية عند العثمانيين وقاموا باحتلال هذه المدن التركية إرزوروم وموش وبيتليس وطرابزون وإرزنجان. وما تبقى طبعا لا يهمنا، يهمنا فقط أن نفهم أن الدولة العثمانية خسرت هذه الجبهة وتم احتلال 5 مدن من قبل روسيا. قناة جبهتي جبهة قناة السويس في مصر كما قلنا. أوسمانلي دولتي ألمانيانين دا isteğiyle İngiltere'nin sömürgelerine ulaşan yollar kesmek ve Mısır'ı İngiltere'den geri almak amacıyla Süveyş kanalına bir hareket düzenlendi. 14 Ocak 1915 yani بعد هذا التاريخ بشهر واحد فقط وجهت منظمة الدولة العثمانية حركة إلى قناة السويس بهدف استعادة مصر من الإنجليز وبهدف قطع الطرق على المستعمرات الإنجليزية بناء على رغبة ألمانيا. إذا ألمانيا هي التي طلبت من الدولة العثمانية التوجه إلى قناة السويس واستعادة مصر من يد الإنجليز. إنجليز عسكريلري أوسمانلارين كانال üzerine yaptıkları bu saldırıya durdurdular ve Osmanlı ordusunu yenilgiye uğrattılar. يعني الجنود الإنجليز أوقفوا هجوم الذي قام به العثمانيون على القناة وألحقوا بالجيش العثماني الهزيمة، يعني الجاية أوراتلار يعني ألحقوا بهم الهزيمة. إنجليز عسكريلري kazandıkları bu başarının ardından Arapların da yardımıyla Sina yarımadasını ele geçirdiler ve Suriye'ye doğru ilerlemeyi başladılar. Yani بعد ما انتصر الإنجليز في هذه المعركة استولوا على شبه جزيرة سيناء، هذا المثلث الصغير الذي تحدثنا عنه على الخريطة قبل قليل، هذا القسم اسمه شبه جزيرة سيناء. يقولون لنا بمساعدة العرب استطاع الإنجليز أن يأخذوا شبه جزيرة سيناء وأن يتوجهوا باتجاه سوريا. Bu sırada Suriye cephesinde Yıldırım orduları 7. ordu komutanı olarak Mustafa Kemal görev yapıyordu. Yani kan Mustafa Kemal muvazzaf bi vazife qaid jeshi sabi fi jeshi saika ismo Yıldırım orduları yani jeshi saika fi cephet Suriye. Mustafa Kemal Halep'in kuzeyinde bir savunma çizgisi oluşturdu. Yani şekkele Mustafa Kemal khat difa'i şemal Halep
Bu bölgede başarılı savaşlar yaparak İngiliz ilerleyişi durdurdu. Yani أوقف تقدم الإنجليز عبر قيام بمعارك ناجحة في هذه المنطقة. إذن نفهم من جبهة قناة السويس ما يلي: أولا، هاجمت الدولة العثمانية الإنجليز، ولكن الإنجليز استطاعوا الانتصار على الجيش العثماني وتقدموا، احتلوا كل مصر واحتلوا شبه جزيرة سيناء بمساعدة العرب. يعني العرب قاموا بخيانة الدولة العثمانية والانضمام إلى جانب الإنجليز، وتقدموا باتجاه سوريا. وعندما وصلوا إلى نهاية سوريا شمال حلب، وقف مصطفى كمال أتاتورك مع الجيش السابع الذي هو كان يقوده خط دفاعي شمال حلب، واستطاعوا إيقاف الجيش الإنجليزي هناك. الآن صافو المجهب هيلاري، يعني الجبهات الدفاعية، أولها شنقلة وهي الوحيدة التي انتصرت فيها الدولة العثمانية كما قلنا منذ قليل. إنجلترا في فرنسا تنقل بوازندان جيشيرك أوسمالي دولتينين يونيتيم مركزي أولان إسطنبولو إلى جيشيرمك في أوسمالي دولتيني سواش دشي براكمك استيوردو. يعني إنجلترا وفرنسا ماذا كانوا يريدون من احتلال تنقل؟ أولا عبور مضيق تنقل والسيطرة على اسطنبول التي هي مركز، يعني تعتبر عاصمة الدولة العثمانية. ومن أجل إخراج الدولة العثمانية خارج الحرب، سواش دشي براكماك، يعني إخراجها خارج الحرب. Böylece ittifak devletleri tarafından yer alan ve ekonomisi zor durumda olan Rusya'ya gerekli yardım bu cephe üzerinden ulaştırabilecekti. Yani bizelik إذا استطاعت إنجلترا وفرنسا احتلال شنقلة وعبور المضائق المائية، فسوف تصل إلى البحر الأسود وتستطيع إيصال المساعدات إلى روسيا التي كانت في وضع صعب في تلك الفترة. في شباط 1915، أم بيشتين اعتبارين شنقلة بوازنن كيو شريديني بومبالمايا باشلده، يعني بدأ ضرب القذائف القنابل على الشريط الساحلي، على طول الشريط الساحلي الذي يقع على مضيق تنقل. ونتيجة تبادل القذائف يعني من الطرفين، يقول لنا هنا ائتلاف ديلتلري دونالماس آر كايبلار فيردي، يعني خسر أسطول دول الائتلاف الذين هم إنجلترا وفرنسا وروسيا، خسروا خسائر ثقيلة. آر كايبلار Bu zor şartlar altında düşman donanması geri çekilmek zorunda kaldı 18 Mart 1915. Yani في هذه الظروف الصعبة اضطر الأسطول أسطول العدو إلى الانسحاب. دشمان هو العدو، دونانما يعني الأسطول البحري، يعني مجموعة السفن. مجموعة السفن يطلق عليها اسم دونانما. وهنا يوجد اختصار اسمه أنزاك. أنزاك هو اختصار لكلمة أفستراليا ونيوزيلندا كولوردوسونو، يعني الفيلق الأسترالي والنيوزيلندي. هذا الفيلق الأسترالي والنيوزيلندي هاجم لدعم الفرنسيين والبريطانيين، ولكن يقول لنا هنا أوندو زونجو تومان كوموتانو مصطفى كمال، يعني مصطفى كمال قائد الفرقة التاسعة، امريندكي بيرليكليري جاليبولو نون سد البحر، يعني نفسه باللغة العربية سد البحر الذي هو المضيق. يعني اربورنو اسم مدينة او قرية صغيرة في تشنقلة، و جونك بايرو وانافارتالار، هذه كلها اسماء مدن وقرى محيطة بتشنقلة. بولجليريندا çıkartmaya yapan anzaklara şiddetle karşı koydu. Yani قام مصطفى كمال قائد الفرقة التاسعة عشر في ذلك الوقت بإصدار أوامر بمواجهة الأسطول أسطول أنزاك في هذه المناطق الأربعة. مصطفى كمال يونيتي كويتلير جونك بايرندا و
Kocatimen de ilerleyen Anzak kol ordusunu geri çekilmeye zorlayarak işgal edilen noktaları kurtardı. Yani عبر القوات التي وجهها مصطفى كمال أجبر الأسطول أسطول الأعداء على الانسحاب من المنطقة وأنقذ المنطقة من الاحتلال إشغال يعني الاحتلال وأمر الجيش في الأمر التالي هذه فقط الاطلاع يعني size ben taarruz etmiyorum ölmeyi emrediyorum أنا لا آمركم بالهجوم أنا آمركم بالموت يعني قال لهم لا تتراجعوا حتى إذا اضطر الأمر لأن تموتوا موتوا ولا تتخلوا عن تنقله جبهدeki savaşlar İngiltere'nin 8-9 Ocak 1916 gecesi Gallipoli Yarımadası'nı boşaltması ile son buldu. Yani انتهت المعركة في هذه الجبهة عبر إخلاء الإنجليز من شبه جزيرة غاليبولو في اليونان طبعا في ليلتين 8 و9 من كانون الثاني 1916 الآن إيراق جبهسي جبهة العراق إنجلترا بترول بولجاليريني إلي جيشيرمك إستيوردو يعني كانت إنجلترا تريد السيطرة على مناطق البترول الخاضعة لحكم الدولة العثمانية Bu amaçla İngiliz kuvvetleri Basra'ya asker çıkararak Bağdat'a doğru ilerledi. Ve bi hada el hedef kamat kuvvat el İngiliziye bi irsal el cunud ila el Basra ve tekaddub bittijah Bagdad, asamet el Irak taban. Bu ilerleşleri sırasında Kutul Amare bölgesinde yaptıkları çatışmalarda Türk kuvvetlerine yenildiler ve çok sayıda esir verdiler 29 Nisan 1916. Yani في هذا التاريخ 29 نيسان 1916 حدثت معركة بين الأتراك وبين الإنجليز في منطقة اسمها كوت العمارة وخسر فيها الإنجليز وتم أسر عدد كبير جدا من الجنود بو ينلقيا رغمًا وعلى الرغم من هذه الخسارة التي خسرتها إنجلترا يني بيرليك في عسكري مالزمي إلى دستكلنان إنجليز كويتلري بعدات على راك كيركوك بلغسينا قدر ولاشت 11 مارت 1917 يعني بعد سنة تقريبا استطاعت القوات الإنجليزية دعم نفسها بالذخيرة وبالجنود وتابعت تقدمها من بغداد ووصلت إلى كركوك شمال العراق يعني سيطرت على كل العراق سوريا فلسطين جبهتي هي استمرار لجبهة قناة السويس كما لاحظنا منذ قليل başarısızlıkla sonuçlanan kanal hareketinden sonra bölgede karşı taarruza geçen İngilizlerin Yıldırım orduları grup komutanı olan Mustafa Kemal Halep önlerinde durmaya başardı. Yani هذا اختصار شديد ولكن هناك احداث اكثر طبعا. يقول لنا بعد ان استطاع الانجليز يعني افشال هجوم العثمانيين على قناة السويس والانطلاق باتجاه فلسطين وسوريا طبعا احتلوا فلسطين وسوريا والاردن ولبنان ووصلوا إلى شمال حلب حيث أوقفهم مصطفى كمال في الجيش الذي تحدثنا عنه منذ قليل في جبهة قناة السويس حجاز يمن جبهتي يعني جبهة اليمن والحجاز هذا الكلام كله يعني مشكوك بصحته ولكن لنرى ماذا يقولون مسلمانlar için kutsal yerler olan Mekke ve Medine'yi İngilizlerin işgal etmesini önlemek için açılan bu cephede Medine bölgesini korumaya görevi Çol Kaplanı lakaplı Fahreddin Paşa'ya verildi. Yani utlika lakab Nimr Sahra ala Fahreddin Paşa ellezî isteleme Muhammed himayet mantıktil Medine'l Münevvera fi hâzihi cebhe التي تم افتتاحها من أجل منع احتلال الإنجليز للمدينة ومكة
والمناطق المقدسة بالنسبة للمسلمين. يعني نفهم من هذا الكلام أن العثمانيين كانوا يحاولون حماية الأراضي المقدسة مكة والمدينة من احتلال الإنجليز. وهنا طبعا كلام محذوف كثير، وهو قيام العرب بثورة اسمها الثورة العربية الكبرى، التي هي كانت ضد العثمانيين والتي طردت العثمانيين من أراضي شبه الجزيرة العربية وأرجعتهم إلى حدود تركيا الحالية، يعني إلى كلس. ويعني بسبب غباء العرب مع الأسف سلموا كل الأراضي لإنجلترا، أخذوا العرب الأراضي من الدولة العثمانية وسلموها إلى إنجلترا على طبق من ذهب. فكانت هذه أكبر حماقة في التاريخ، وأدت إلى احتلال الدول العربية من قبل فرنسا وإنجلترا إلى أكثر من 20 عام. الآن لدينا هنا سؤال بسيط جدا. صالدريجيب هيلاري نعددها الجبهات الهجومية، وصافون ماجيب هيلاري الجبهات الدفاعية نعددها كما لاحظنا على الخريطة منذ قليل. الخضراء كلها جبهات دفاعية، والحمراء هاتين الاثنتين هي الجبهات الهجومية.